سماه القديس بولس في كورنثوس 13: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة. التلاتة دول، الركائز دول، حاجات طبيعية بتدخل في أي مسيحي. لو مش موجودة، النتيجة البينة الأولانية إنك ما عندكش سلام، ما عندكش إيمان كفاية، ما عندكش سلام، ما عندكش محبة كفاية، ما عندكش سلام، ما عندكش رجاء، ما عندكش سلام. إذا أنت بتقدر تقيس علاقتك بربنا سيمبلي بدرجة سلامك. لو عندك سلام بجد، نفسيتك مستقرة أغلب الوقت، أنت فعلا مرتبط بربنا. لكن واحد من يوم ليوم متعكر بطريقة شكل، لازم أقول لك أنت في حاجة غلط في علاقتك بربنا. أنت يتهيأ لك أنك خادم ومتدين وجوه الكنيسة، يا ابني فين سلامك يا حبيب؟ ده ألف به في العلاقة بربنا، أنه يحط السلام في قلبك. ده هو جه من السماء عشان يدينا سلام قبل الخلاص حتى، قال على الأرض السلام. تعبير لطيف للقديس ماري إسحاق، يقول إيه؟ السلام الذي يتولد من الأعمال هو ضلالة. يعني إيه؟ في واحد لما يتفرج على التلفزيون قال يعني إيه يطرد شوية القلق. يا ابني بتضحك على مين؟ هتطفي التلفزيون القلق هيرجع. في واحد يشرب له كاسين يمكن إيه يسطل شوية، وده سلام يا حبيبي. في واحد قال يعني لما يحوش فلوس كتير قوي، ما عمله كده هيطمن. لا تطمن مين، ده انت هيزيد عليك الخوف على الفلوس. اذا الاعمال الدنيوية دي ما بتحلش خالص، ملهاش اي علاقة بالسلام الحقيقي. برضو زي ما قلت ان التلاتة الكبار اللي يجيبوا السلام، اقول لكم في حاجة تجيب التلاتة دول. التواضع هو سر الإيمان وسر الحب وسر الرجاء، اللي ينصب كله في إيه؟ في السلام. فهمتوا المعادلة الصعبة دي؟ حاجة أينشتاين كده. لو عندك تواضع هيجي لك إيمان ورجاء ومحبة، هتلاقي عندك سلام. عشان كده تلاحظوا أنه من أكتر شخصيات الكتاب اللي حسينا أنها عندها سلام غايب أمنا العذراء، مع أن العذراء على فكرة عاشت عيشة قاسية أصعب من أي واحدة فيكم. دي اتحرمت من أب وأم وهي 3 سنين، دي شالت طفل وهي 14-15 سنة، دي سافرت على رجليها من فلسطين لمصر هربانة من العساكر، دي معاها راجل عجوز 100 سنة وبيشتغل نجار في قرية. دي الناس لما رجعت فلسطين بقوا مشتبهين فيها وبص لها بصة وحشة. دي عارفة ان ابنها هيسيبها وهتبقى عايشة بعد منه ومفيش غيره، وابنها مفيش احلى منه. ايه المرار ده كله ده؟ انما الست دي كان عندها سلام عجيب. ومن العذراء دي مصدر سلام. ده احنا طول النهار نقول لها شيرين يا ماريا السلام ليك، السلام ليك، يعني انت كلك سلام، ممتلئة نعمة وممتلئة سلام. ده له علاقة بقى بابوها مين وجوزها مين، فلوسها قد ايه وبلدها فين وجيرانها ايه، ولا له علاقة بحاجة من ده كله. دي ما فيهاش غير شوية تواضع بس، شوية حلوين، نظر إلى التضاعة أمته. فبسبب تواضع عندها ثقة عمياء في ربنا، إيمان عجيب، عندها حب فظيع لكل الناس، عندها رجاء شديد زي ما هنشوف، وبالتالي عندها سلام في كل حتة تروح، عندها سلام وتشيع السلام في كل مكان كده، لكن بدون أي إمكانيات. شهوة السلام، معنى كده كلنا نفسنا يبقى عندنا سلام، وكنيستنا حاسة بكده فبتصلي للسلام كتير. كتير من مرداتنا نقول يا ملك السلام ايه اعطينا، قرر لنا سلامك، ناقصنا يا رب، ناقصنا، محتاجينه، فقدينه، يا بخوف يا بغضب يا بغيرة يا بقلق يا بتراب يا بحيرة، عندنا حاجات كتيرة مطيرة. السلام يا احبائي على الاقل سلام على مستوى 4 حاجات جوه الانسان. عشان تقول واحد عنده سلام بجد، لو حللتها كده هتلاحظ ان اول سلام هنا. عارف لما واحد يبقى دماغه رايقة، ده مش موجود تقريبا. احنا اغلب دماغتنا فيها خناقات، فيها صراصير كده، حشرات بتجري. لكن في واحد دماغه رايقة بيفكر بهدوء، ده عملة صعبة دلوقتي. لكن صراع الافكار اللي جاي من ورايا ايه، هيحصل ايه، امبارح ايه، قصده ايه، كل ده صراصير.
ملوش علاقة خالص بالتفكير الهادي العاقل. فده أول نوع من السلام نفسنا نوصل له. ربنا لما يحط في قلبك سلام هتلاقي دماغك بتفكر في خط مستقيم بدون انزعاج. ده قليل. تاني نوع من السلام سلام المشاعر. وساعات يبقى الهيجان هنا يعني. طبعا هنا مش اناتوميكال يعني. بس مقصود بيه القلب بقى. تلاقي مفزوع كده مخضوض غضبان متضايق حزين كئيب. ومش افكار بس مشاعر كده. مقبوض يقول لك. طب ما هو هنا كمان المشاعر ملخبطة. تالت مستوى للسلام هو سلام العلاقات. يعني ايه؟ بينك وبين كل الناس علاقات حلوة. كل الناس تحبك وانت بتحب كل الناس على اختلاف طبعهم واسمائهم وديانتهم وثقافتهم. انت مسالم جدا وكل الناس شايفينك حلو. يبقى في سلام خارجي كمان في العلاقات. اخر سلام اقوله هنا سلام الضمير. قد هتصور ان انت بتعرف تظبط دماغك فتفكر بطريقة هادية. هتصور انك انت مشاعرك مستقرة ووزنها. هتصور انك حكيم وعارف تصالح وتسالم كل الناس. وضميرك بينقح ولا مش بينقح؟ ما برضو ممكن يكون في احساس ذنب مزمن يطير اجدع سلام لان ضميرك مش مصالحك. طب ده كله ده يعطل او كل ده يوصل للسلام بطريقة تانية.